وانا تاني الشيف جيم اونز وين وبنين على داتي تراد بيف ستير فراي نعمس الحيمات مع المشروم والبصله والبروكولي والروز نعمس هاك جاك كنشدوا واحد الجميله وتندرو فيها زويته وكندرو فيها كاس ديال الروز وكاس ونص ديال الماء نعمس يجي وتنسجو عليه وكنخليوه يطيب على عافيه متوسطه كنشدوا البروكولي وكنحيدو من العويدات ديالو وما كيغلي كنلعبو فيه لمده 4 دقائق هاك جاك ايه تنشدوا الشامبينيو ديالنا نعمس يجي وتنسلايسيهم مزيان والبصله تاهي تنسلايسيوها وتنشدوا الحيمات ديالنا وكنقطعوهم مكعبات سمعتيني واحد المقيله تنديروا فيها زويته عاديه وكنخليو المقيله كتسخن لينا وكنلعبوا فيها الحيمات ديالنا ايه ايوا ملي تيتحمروا لنا هاد الحيمات ديالنا تنشدوهم وتنقلبوهم نخليهم يطيبوا ثاني واحد شويه نزيدوا عليهم البصيله وداك الشامبينيون ديالنا وتنخليو البصله والشامبينيون يطلقوا الماء ديالهم وينسجموا لنا مع الحيمات سمعتيني هكذاك ايوا تنزيدوا عليهم البروكولي في الاخر وتنزيدوا عليهم واحد شويه ديال الصويا صوص اللي تنسميوه ستير فراي هذا نعماس وتنحيدوا داك الحيمات من دوك المقيله وداك الشيء اللي تيبقى لاصق في المقيله تنلوحوا عليه زبيده وعاشق صغيره ديال الفورس نعماس يجي وتنحيدوا لنا هاد البنه من المقله هكذاك اي واحد شويه تنزيدوا عليها شويه مرق الخضر او الملا عندك وشويه ديال الصويا صوص وتنخليو لينا هاد الصوص تعقاد نعماس يجي وتزيان وتبنان هكذاك سمعتيني ايوا ملي توجدنا هادشي كله تنديروا الرويزه ديالنا في التبصيل وتنزيدوا عليها دوك اللحيمات اللي طيبنا نعماس يجي مع البروكولي والبصله والشامبينيون داك الصوص اللي عقد علينا وزيان سمعتيني وتنحطوا لينا فوق دوك اللحيمات وتناكلوا بالصحه والعافيه.